ثانك يو. ثانك يو. ما مساعد. انا اليوم عندي مشكله وياك. اي شو بدي موي. ما مساعد موي واين على طول. انا مشكلتي مع ماما سعاد اليوم نور رحت فينا المايك حبيبتي انت مو بتريد تطلعي حبيبي والله كنت بصبر عليك اليوم طبيب على رجلي زين شو هذا دافي شو سياقه هي الجراج دائره يما انتم تعرفون السوحون اللي يطلع الدائره مال الجراج مال الباركينج بهدوء من هدوء وسكينه لو سريع يعني لعبت تضرب اسطاع تصير مسرع هاي اول شيء مشكلتي ماما سعاد ثانيا عنده مشكله وياي وعلى الكاميرا يريد يشهرني لان ماما سعاد ما تهتم بروحها يعني هي من ضمن الامهات اللي ما يهتمن بروحهم والله ليش ما تهتمين بروحك ليش هاي طبيعتي يعني شنو هالطبيعه هاي يعني اركز انه يعني انت ادزك الجيم جيم مرتب داتك مثلا الجيم مرتب وقايل لك ماما سعاد يعني انت شوي اهتمي بنفسك انت شو تسوين كثيره ما طبخت ليل والله اليوم ما غاسله هدوم هذا الموضوع شوكت ينتهي انه انت شوي تصيرين انانيه ديرين بالك على نفسك والله ابوك زعلان مثلا ايه خلي احكي معاناتي انه اني اشعر بالمسؤوليه لوقفه ما اظن النهار كله بالجيم ها اروح اسوي لهم لقمه اشوف ياهم اجي ياهم اجي يقولوا لي لا احنا كبار واحنا مو جهال وانت ما عندك بينا واعتني بنفسك اني هاي ما تخش بعقلي وهسه جايبين ثلاث اربع خمس استمارات. اي. زين الدرينك احنا هسه ايش نشرب هاي اللي جابوا لنا ماي. ماي باعها قد حلوه. اي. هذا مطعم. عندي منها عندي. مطعم كله فيجن يعني اذا كاتبين سمك هو سمك كذابي. اه. كاتبين همبرجر. خوفي انا شو رايكم نكذب على روحنا نقول تغدينا هسه وقت العشاء عشينا. وقت الريوق تريقنا وهاي هي ليش بعد جايين بالمطعم يكذبون علينا زين مام سعاد الحل شنو هو الحل؟ على ياهو الاعتناء بالنفس اجيب لك بالاكل اوكي؟ ايه هذا بالضبط يعني فد شيء انت ممكن تسويه جبتينا مطبخ الجسد اوكي عم جاي معك قاعدين يعني. هنا انت ما طالعه شو لانه يا بشير زعزوعه مسويه شعرها لازم ما تطلع ايش بيها؟ وينها امي والله بطرانات هاي عقد هو واحد هذا خلقته والله ها طلعت مو حلوه والله زين انت ما مشتاقه اللفه مال همبرجر؟ همبرجر لحم؟ ما يخالف مشتاقه الهمبرجر؟ انت ما تاكلين لحم؟ اي هو دا اقول لحم انا ما اكل. هم على حشيش يبيعون هذا الحشيش هنا لا ما وكلني هنا انا حشيش كذا كبير. ما شفتي هذول الماعون مالتهم؟ كلها حشائش. حشائش؟ ما تنامي تقولين انا ما يطلع ويانا المطعم. زين نوره نص وصفك بما انت غريبه على شو اسمه. نعم. ليش انت امي ما تهتم بروحها؟ أكثر يعني نسوان اللي ما اكو نسوان يعني اكثر الهاية بعدين يعني تقول فلان زوجي عافي ما ادري شنو اي قربي لنا شوي قربي عليك قربي عليك لا لا بدي اسمع صوتك يلا لا يطلع صوتك اي المشكلة هاي مال والله اني اليوم ما سبحت حبيبي ما سبحت اني اليوم لانه اني ضحيت من اجلك على مود انتظرتك احفظ الجاهل مالتي منو يعني منو هاي والله عمي انتم بايعين خصيم حتى القيم ما تبدلت او عمي عوفي مال احفظ الجاهل بس انا ما سبحت اليوم لانه انت كان عندك مثلا فد اجتماع وانا قعدت اكوي لك القميص منو قال لك منو يعني ضروري وهل هو راح يحس انه انت ما سبحتي لا
وراح يقول اي ابغي شيء انه هي مسحت على مودي. يبعد من وقت او يكوي قميصه بالليل الرجال. بس تغيير العادات مو بالسهوله. لا وبعدين يقول مو مرتب. بيناكم غير حياه يعني. عمي الرجال يريد يسأتي حولة الموضوع تعاون بيناتكم. بس احنا مو متعلمون احنا مو متعلمون يما علمون المرأة الشطل تخدم رجلها وتسهر على أطفالها وما تطلع إلا بإذنه وما تأكل اللي يأكله هو وما يعني هاي متعلمون من سنين وعامات. أول مرة استلمون الأخوة وردينا يعني زوجنا العيال والأهل والزوج. ما أحكي بس على الزوج. يعني مو بسهولة أغير عاداتي إنه أعوفكم وما دير باله بس أفتح أنتي بنفسي. حتى يعني والله أنا أخويا اليوم سويت له فد خدمة أو فد شيء. إذا أكو هذا الشخص أكو باي أشياء ما يحسون بيها ما يحس بيها إنه أنا ما طلعت على مودي أنا ما رحت على مودي. Can I get one of the one burger? Okay, one sure. pizza? Okay. What do you have to tell me? Which pizza? The broccoli mushroom? Yeah, the broccoli mushroom. Yes, that could not be a burger. Is the burger okay on the burger bun? Yes. And it comes with a side? Which sides? On the other side of the menu? يقصون منها الله ويحطوها من المعون. هسه احنا نرجع الموضوع مهم جدا. نورة فتحت موضوع انه والله انت مثلا بالنتيجة بالنهاية الرجال حيقول انت ما مرتبة. ترى الرجال ايش يريد؟ يريد ان المرأة اللي هو وياها تكون مشغولة. رحمة لوالدي تكوني مشغولة بحياتك. يعني انا دائما اقول اريد امرأة ناجحة. شنو امرأة ناجحة؟ عندها البزنس مالتها او عندها المنظمة او المؤسسة مالتها او عندها فد شيء. لانه انا دماغي اريد ساعة باليوم. بعد الساعة لا أعرفك ولا تعرفين. هاي هذا يوم جيلهم. إحنا جيلنا كانت المرأة لا تحكي جيرانها تطلع لأهلها تروح لأختها ها يقول عايشة البيت وتفتح. والحياة تتغير. كان عندنا آيفون. تقدرين هسه أنت قاعدة تطبعين على فد شاشة ها تلفزيون صغير واللمبات وإذا تحكين ويا الكرة الأرضية. يعني هاي أفكار بين جيلكم وجيلنا. احنا الموضوع بدأ انه انت ما مساعد ليش ما تهتمين بنفسك. يعني انت ام الكل ونحبك كليتنا. اركز على عليكم يعني اكثر من مظهري وصحتي ما ادري ليش. يعني هذا الاثار عندي نوبات انا هم يضوجني. هي مو المظهر مو الصحة المنتال هيلث والصحة الفيزيكال. البارحة انا ردت اخذك وياي لليوغا لانه فيرو ما قبل يجي. انا بس اريد واحد يجي وياي يعطوني جيست مجاني جيست يعطوني وما اقدر اجيب الجيست وياي وانا ادفع كل شيء هواي هاي اليوغا هذا الاستوديو. يعني لازم وياك احد يصير يعني احد اقدر اجيب ضيف. فالبارحة ما قلتش تعالي انت من دونهم تجين. انا ادري بيش تجين تحبين الرياضة وهاي ان شاء الله. اي والله لا صالح وايد تعبت. ليش ما جيتش قلت لي يماني لحد الان ما متريقة الساعة 5 العصر. ايه ليش؟ كنت بدي اشتغل. لا تشتغلين تستوين ترتبين المكتب مالتي. ليش حبيبتي ليش؟ وصفطت الملابس وعزلت. هاي نسوان وهسه نسوان مع احترامي. وهاي شنو؟ ليش الدوخة؟ نور انت كامرأة لو كنت مع رجل تريدي 24 ساعة متلبة بي او متلب بي يطلع طلعين وياه طب طبين وياه تعرفين شنو شغله وياه من دي يحكي وياه من مدري شنو تعقيدات. اني اكبر كلمة اتخبر معي طبعا سؤال وهسه هاي ستيتمنت موجه لبناتنا. هاي الصورة هذا كله يجي لك ربع معون. هاي الشيشة تذكروني الأبرة مال بنسلين بس عايز لها تبديرة بس على تبديرة عملاقة الحياة. هاي مع الأبرة مال بنسلين الحياة. هذا طبعا أغلى مطعم في شارلوت مو مال دينر. يعني أكو مطعم مال دينر أغلى.
فتحسوا هذا هم كل اللي يحاولون شنو يحاولون يرجعون على الطبيعة. ثلاجة ماكو. اي والله ما يحار. ما يحار. من البوري. مي من البوري. وما يستعملون البلاستيك فرفوري. فرفوري. والإضاءة طبيعية تجي من الشمس المدري وين شو مشميهم حاطينهم شمبوة. الحائط ما صابغي بعد على هذا البابوك. المطبخ موجود يمك هنا. هاي لا من هذا. هي هاي هسه هو هذا الغالي. ترجعنا من ابوك يقول كان دهن الحر جديات لي صنطه وما شنو طلعت يمكن احسن من هذا الدهن المتهدرج. طبعا لا شنو؟ يجيبوه من المأسف. هسه وين نرجع؟ نرجع لمسألة نور السؤال اللي سألتك اياه. ثانك يو. واحد جمال. هذا يعني ما فريش ما بي مواد زوجي مبين في على البيت كل ليلة بيسهر في البيت وأنا بقعد لحالي وحط الصورة قبالي وأحط وشي وشي الحيط. أكو هواية من النساء أو الرجال يكونون هيجي يعني ما عنده شغل عمل غير زوجته أو هي ما عندها شغل عمل غير زوجها. طيب بس مو فد حرورة وراء هو عصير مال البرتقال. هذا جنجر. جنجر زين. ما عنده شغل عمل غير هي. زنجبيل يمه. أو هي ما عندها شغل عمل غير هو. إيه. أوكي أكو هواية ناس يجي. بينما الحياة إذا هي يكون عندها. Yes. Thank you so much. Can I get an empty cup? إذا هي يكون عندها شغل أكو اثنين أعرفهم اشتغل هو أجا لهنا أنا في هذه الحرية هنا اشتغل يعني عايشين بأمريكا وعراقيين راحت هي اشتغلت وياه ليل ونهار ليل ونهار واحد مقابل الثاني وهاي تقول لي ليش حكيت ويا هاي وليش مشيت زين هم حتى مو بس هاي يلا نغص يعني هسه أنا أجي أنا سفت حمي هسه اني اجي اسولف لك ذكرتيني صديقه ابوك يقول يعني لو هي باميه هم لنا واحد يمن انه ما قابلته من الصبح لليل لا يعني هسه اني مثلا من اجي اني اسولف الانس شغله غير عن شغله اشتغل سوا انا اروح الجامعه هو يروح من شنو وتلتقون يعني نلتقي نقعد بالليل نسولف لنا قصه نسولف ايش صار بيومنا زين اني ليل ونهار مقابلتك ومقابلتك أنا نفيرو. أصدقائي نفس أصدقائك. انشغالاتي نفس انشغالاتك. روح للجيم بنفس. أفلام بوع نفسها. المدري كنو. شنو الموضوع اللي راح نحكي بيه؟ شنو ال شنو اللي حيكون انترستينج شنو الانجاز اللي سويتيه تجي انت بشري او هو يبشرك وهواية من الرجال يعني خاصة اكثر من النساء اعتقد اني ما ادري بعد النساء هم لا هواية يصير اكو ملل يريد وحدة مشغولة بالعكس الله راح الالوان يس بليز جست وانس مور بليز هاي ثلاثة هاي الهمبرجر مالتهم. فلافل. We good for now. Thank you. هاي هاي الهمبرجر الفيجن. اي فلفلاية. فلفلاية وبافوكادو. فلفلاية اليوم سويت فلافل كومه وسويت لها مو خضره. اما هاي في شكلها بعد لها تصوير بوحده. اي خضره. انا ما اريد اسوي اي مونتاج، اريد الفيديو هيك صعبه، فاني تعسوي. شنو رايكم؟ طالع لهم مطالع لا يما طلع لهم هاي اللي جاتنا لحد مطعم بنات حلوه فلفوله كبيره وياها هذا شو اسمه افوكادو حمص حمص شكلها هذا الهمبرجر الفيجن هسه اسوي لك مثلها اليوم بالليل ابويا رجع راح نعطيك شغل معه زين بس انا قلت هذا الشيء يمكن ما تطخين به خلي يجي ابو ايباء يمنا تعال يمنا حبيبي ما بسعود بزمينا الهمبرجر بايدك هذا ايه بدون هذا
أقصها بالنص. نصيها. نورا جربي هذا النوع من الأكل. جمالية الأكل الفيجن. بس أنا كله طبيعي، بس هذا ما كله. بس جوا حديدة ما دين ده. وقف 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 أنا إنستغرام إنستغرام. بحساب انستغرام نحكي بالموضوع يلا اه هاي مقصه الفلايه من جوا مو خضره لا هم صفره سويتها اليوم صفره سويتها اليوم صفره هاك نور انس بس وخر نور راح توقع نور او ماي جودنس تكبر والله نور ما قلت خاف اجيب وبعدين ما تاكل نور لا اشتيدك اجربي لين قصينا هاي هم نقصها امام الكاميرا لو خلف الكاميرا جيبي لك شو اسمه ايدك تجربين هذا حتى لو عجبك تمام حبايبي هذا بتجيب لكم بيتزا فيجن هذا نوع بس هاي قصيناها ام السمسم اوكي ما اعرف الحلول شنو هي؟ ما اعرف ها الحلول انا اقول لكم الحلول حسب تجربتي وتجربه الرسائل ما تتوقعين شنو من دائما يخابروني ماما انا ضحيت جربت عدس ماما اني صبرت ماما اني حتى ما اطلع انتظرت من يتاخر اظل سهرانه سوي لك مشروع ايه وتاليتها جازاني لقى غير وحده وتاليتها داني صيح علي دائما اقول لها خلي لك كيان خلي لك اهتمام بالاسبوع مره بالشهر مره تطلعين بس ويا صديقاتك ويا خواتك مو انه طلعتكم سفرتكم سوا زين بالبيت انتوا سوا النوبه هاي تقول بالشغل هم سوا زين هاي من هيصير هيجي يعني هي ما سامعة على شيء مقابل شيء حتى المصارين البطل همينة تتمالخ من تبقى هي شلون قايلين ما اعرف شو اقول الحاصل يعني هم الأخوة أنا أريد أيه؟ المرأة حتى لو متزوجة عندها حبيب ما عندها حبيب ما متزوجة أيه؟ تعيش كأنما هي وحيدة عافية تقول أني شلون أعتمد على نفسي بدون أب بدون أخ بدون بالحياة شلون أعيش أيه؟ أوكي أيه؟ وهذا المبدأ ماله يكون بغض النظر عن الستاتس مالتها زين شنو رأيك أكثر بناتنا فرحانات إنه هو يخاف علي هو يغار علي هو يعني ما يخليني مدلني ما يخليني أشتغل أطيب لفة كلام يعتبرون إنه أنت بيلي هذا كلام قوي حبيبي يعتبرون إنه شو اسمه إنه من يخليها ما تشتغل وما شو اسمه تتحمل مسؤولية إنه هذا مدللها هي متى بدها تفكر انه كل شيء مقابل شيء هو من دا يقولها لا تطلعين لا تخشين دا يسلب من عندها حريتها دا يسلب من عندها اهتماماتها ها انا هذا اللي اقوله يعني صح لو لا مو اكو بيني يعني والله مدلني اي انا اريد اسوي حلقات متكامله لماما سعاد تقعد مثل صاحبه السعاده اي عزيزتنا اسمها سعاد يونس سعاد مام سعاد هي مقاربة لسمي وتسوي لنا برنامج فشنو كتبونا كل اللي عندكم الأفكار التعليقات شو تريدون مام سعاد تحكي عنا هالموضوع وتجيكم حلقات من عنده وتحياتي على الرسائل الخاصة بالتعليقات ها بالتعليقات هم بعد أسرع يلا مع السلامة مع السلامة حبايبي.